أقدم لكم خالص تمنياتي وتحياتي أرحب بكم هنا في بروكسل Union, Union في المؤتمر السادس للقناة الأفريقية الأوروبية أتمنى أن تستمتعوا هنا معنا وكرم الضيافة التي قدمت إلينا وإلى أفريقيا a, a warm thank and to the French rotating presidency. Emmanuel, your leadership, your vision, and your political energy have been a powerful engine. Thank you also. التي كانت محركا قويا أشكركم أشكر جميع السادة القادة البعض منكم هنا في أوروبا وفي افريقيا ولكل الاوروبيين الذين قاموا باعداد هذه اللحظه الاساسيه الهامه كل هذه اللقاءات تعتبر ركيزه اساسيه في القمه وهناك الكثيرون الذين لعبوا دورا كبيرا في مساعدتنا على تاسيس هذه الشراكه وكذلك تحقيق الاسس الاوروبيه والافريقيه التي كانت حافزا لافكاركم ولمشاريعكم اريد ايضا ان احيي السيد أه ان نجاح المشروعات الابداعيه يعتبر اكبر من العلاقات المؤسسيه وهو ايضا يعتمد على قوه العلاقات الشخصيه اوروبا وافريقيا نحن شبكه من الرجال والسيدات و ونعتمد على قوه المشروعات القادمه نحن نتحدث الآن أيضا إلى مجتمعنا إلى شركتنا أن يفتحوا أعينهم جيدا ليظهروا ليظهروا لنا نقاط الضعف الموجودة لدينا في المجتمع إنها رسالة إلى الجميع أن نحن يجب أن نستخرج النصو الدروس المستفادة من كل ما يحدث عندما قمتم قبل سنة باطلاق الشراكه الافريقيه لصناعه او تصنيع اللقاحات من اجل تخفيض من تعويل افريقيا على الخارج في مجال صناعه اللقاحات. هذا مشروع لافريقيا صممه الافريقيون من اجل الافريقيين. وهذه فرصه تسمح لنا نحن الاوروبيين بتطبيق طريقه جديده للعمل معكم والتعاون معكم. الاتحاد الاوروبي وكل كل دول الأعضاء فيه قام بحشد موارد من أجل تمكينكم من الناحية النظامية أو التنظيمية والعملية وهذا ما فعلناه في جنوب إفريقيا وفي رواندا وفي السنغال هذا الاجتماع هذا القمة يجب أن تكون الفرصة من أجل ترسيخ شركتنا الجديدة الاستراتيجيه نحن لسنا هنا من اجل القيام بالتعاون التقليدي كما درجه العاده بل نتقاسم هنا اللغات نفسها وكذلك الروابط الشخصيه الروابط الاقتصاديه والثقافيه ونتقاسم تاريخا مشتركا ايضا بكل محطات النجاح فيه ولكن ايضا بالمعاناه والالام التي شهدتها والتاريخ لم نعشه بطريقة نفسها على ضفتي المتوسط، هذا الماضي لا يمكن ان نغيره يجب ان نقر به، نعترف به بصفاء الذهن ويجب ان نستخرج دروس منه من اجل بناء مستقبل اكثر صلابه و أكثر أملا بهذه الأمال نلقاكم اليوم فنحن ننظر إلى القارة الإفريقية ك... قارة دينامية كلاعب اساسي للقرن الحادي والعشرين وشريك مميز بالنسبة إلى اوروبا، نحن مجتمعون هنا حتى نرسم معا مجالا مشتركا للرفاهية للاستقرار وللامن. معا نود أن نصوغ المبادئ المؤسسة لهذه الشراكة المتجددة، الاحترام المتبادل، المصالح المشتركة على قدم المساواة، وهذا يعني يعني ان نوافق او نتفق على هذه القيم الاساسيه كرامه كل شخص الحريه التضامن والحوكمه لان تجديد هذه الشراكه يعني ان نلتزم على مبادئ الثقه، الثقه تفترض الشفافيه المسؤوليه الفعاليه وهذا نظام علينا تجاه مواطنينا هذا تحد يومي يجب ان نتعلم مواجهته وان يتعلم كل منا من الاخر نصب لرؤيه افريقيا مستقره امنه ومزدهره من اجل الافريقيين ومن اجل الاوروبيين لا يمكن لاوروبا ان تكون امنه ومستقره دون افريقيا امنه ومستقره وعندما نؤكد ذلك نستلهم من ديسموند توتو من روحه واصبحنا نفهم ما كان يقول نحن مرتبطون جميعا الواحد بالاخر بوشائج خفيه بعلاقات خفيه رخاؤك يقرر رخائي ويعزز رخائي والعكس صحيح ان ازدهار افريقيا هي من مصلحه اوروبا تمويل اقتصادات افريقيا هي اولويه بالنسبه الينا لهذا السبب اطلقنا في اجتماع قبل اشهر في باريس في اجتماع خاص اطلقنا استخدام حقوق السحب الخاصه بالنسبه الى الدول الافريقيه وكذلك اطلقنا حلولا مبتكره من اجل تمويل المشاريع ومواجهه المخاطر في كل مره كان هدفنا ان نضاعف ونوجه بقنوات صحيحه ومناسبه الاموال من اجل مشاريع فعاله تختار وتنتقى بشكل مناسب الرفاهية والتقدم لا يمكن أن يتم إحلالهما إن لم نأخذ بعين الاعتبار الجانب أو العامل الديمغرافي هنا أيضا نواجه تحديا مشتركا أن نصف سكان العالم سيكونون من سكان أفريقيا بعد عشرين سنة أو ثلاثين سنة و من هنا ضروره بعد خمسين سنه عفوا من هنا ضروره ان نقوم بتدريب الشباب وعلينا ان نقوم باداره افضل لامكانيه التنقل بين دول افريقيا ومن افريقيا الى اوروبا مع مكافحه الهجره غير الشرعيه وعن طريق تنظيم الهجرة القانونية. اخيرا ان القارة متشابكتان ومتكافلتان ان اي خطر يحدق باحداهما يهدد الاخرى ان المشاكل الافريقيه او التحديات الافريقيه تتطلب حلولا تضعها الافريقيا وتضعها المؤسسات الافريقيه حل النزاعات مثلا ونحن الاوروبيين مستعدون للعمل معكم حتى نعمل معكم من اجل اقتصاد اكثر صمدا وافضل اداء اختتم بالقول سيداتي سادتي انه بامكاننا ان نتخيل ونتصور مستقبلنا ونود ان نكون الى جانبكم حتى نتعاون معكم في كل مرة ترغبون بذلك بتفاؤل بروح جديدة وبإمكانيات ملموسة نحن لا نريد فقط أن نكتفي بالإعلانات الرنانة والخطب الرنانة بل سنقوم بمواكبة عملية ملموسة على أساس فهمنا المشترك لشركتنا واليوم وغد سندلل على ذلك واجتماعاتنا ستسمح اليوم غد ببناء شراكتنا المستقبليه اود ان اقول ان التحدينا ينبضان بنبض واحد وبقلب واحد واتحادان سيتحدثان باللغه نفسها بلغه واحده حتى نجعل العالم اكثر استقرارا اكثر عداله افضل اكثر صمودا واكثر استدامه واختتموا بالاقتباس من قول ماثور من توغو حيث القلب لا تتردد لا نتردد في الذهاب، لا تتردد الأقدام في المشي، نعرف أين يكمن القلب ويبقى أمامنا أن نتوجه إليها. أتمنى لكم قمة ناجحة. شكرا جزيلا. شكرا لسيد الرئيس. بعد هذه الكلمة الافتتاحية لرئيس المجلس الأوروبي، أود أن أعطي... الكلمة الآن لرئيس السنغال رئيس الاتحاد الإفريقي أو رئيس الدوري للاتحاد الإفريقي صاحب الفهمة الرئيس ماكيسال تفضل شكرا جزيلا أصحاب الفخامة والسعادة سيدي رئيس المجلس الأوروبي صديقي شارل ميشيل فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس المجلس الأوروبي الدوري السيدات وسادة رؤساء الدول والحكومات في دول العضو بالاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي السيدة رئيسة مفوضية الأوروبية أرسل العزيزة السيد رئيس المفوضية مفوضية الاتحاد الأفريقي عزيزي موسى أصحاب المعالي الوزراء أصحاب السعادة السفراء سيدتي سادتي من مؤسسة مؤسسة أفريقيا فونداسيون أفريك والأصدقاء باسم أفريقيا أود أن أشكر الزملاء الأوروبيين على دعوتهم لنا وعلى الاستضافة الكريمة في هذه العاصمه الجميله والتاريخيه عاصمه اوروبا وذلك من اجل موعدنا السادس بعد موعدنا في ابيدجان في 2017 اتيناكم بروح الصداقه وبروح الاخلاص والامانه لشراكتنا ونحن نعي كل العلاقات التي تربطنا بين اوروبا وافريقيا هناك وصمه التاريخ وسمه التاريخ وهناك القرب الجغرافي وحمزه الوصل هي البحر الابيض المتوسط ما يبعدنا 15 كيلومتر فقط بين اوروبا وافريقيا هناك ايضا خطوط العبور للاشخاص مما عزز العلاقات الاجتماعيه والثقافيه بين اوروبا وافريقيا هناك جسر الحرب والسلام مرتين في جيل واحد هناك المعاناه هناك الدماء هناك الدموع المشتركه بين اوروبا وافريقيا نجد ايضا تعاونا قديم العهد ومكثفا ومتنوعا. هذا ما يربطنا سيداتي سادتي، هذا ما يؤسس او هذا ما يشكل السمه الخاصه والسمه المعقده لعلاقاتنا. والتاريخ يتسارع امام اعيننا اليوم ويغير بل يحول كل الافكار التقليديه والمسبقه انا اتحدث عن تحدي السلام والامن اتحدث عن الهشاشه والضعف الذي يعاني منها البعض وليس فقط في افريقيا واتحدث عن الاحتباس الحراري او الاحترار في العالم الى فرص الاقتصاد الرقمي ولكن ايضا الى تجاوزاته اتحدث عن تدفقات الهجره غير القانونيه واثر الجائحه الصحيه التي لا سبق لها ستون سنه بعد استقلال بعض الدول الافريقيه افريقيا تشهد اليوم تحولا جذريا بل تحولات وتغيرت افريقيا تغيرت كثيرا بالرغم من بعض التعثر ان قضيه الديمقراطيه تتقدم في افريقيا على مر عقد من الزمن كان النمو في الدول الافريقيه اعلى من المتوسط العالمي بالرغم من ان اثار الجائحه تكبح النمو اليوم وكما في اي مكان اخر من العالم ان الشعوب الافريقيه ترى العالم في وقت اني في انيته و الشعوب الافريقيه تصبو للرخاء والرفاهيه. افريقيا هذه التي تشهد تغيرات وتحولات جذريه تحتاج للتقدم التوافقي والمساعده التوافقيه في شراكه مؤسسه على الاولويات والقيم المشتركه دون املاءات من الخارج ودون استثناءات ودون اقصاء ودون حصريه. مع اوروبا تود افريقيا ان تتفق على شراكه جديده يتم اعاده صياغتها نحن لا نتحدث عن تحديث البرمجيات التي كانت تنظم علاقاتنا نحن نفكر معا بوضع برمجيه جديده تتكيف مع التغييرات الحاليه وقادره على دعم الديناميه المتجدده التي نريد ان تتسم علاقاتنا بها معا نود ان نتفق على حوار تفاعلي يمكن ان يتناول مواضيع مختلفه من اجل التوصل الى اعلان موجه نحو العمل وانطلاقا من هذه الروح فانني اقدم الى مؤتمر القمه هذا ثمانيه اقتراحات وذلك للاسهام في تحديد معالم هذه الشراكه الجديده فيما بيننا المحور الاول هو ان نحاول العمل معا من اجل تعزيز تعاوننا في مجال ارساء السلام والامن ومكافحه الارهاب وذلك من خلال المرفق الاوروبي من اجل السلام وعلى أساس التجربة التي اكتسبناها في أفريقيا وفي شرقها ووسطها وجنوبها نحاول أن نمضي قدماً إن المرفق الأوروبي من أجل السلام بإمكانه كذلك أن يدعم الجهود التي تبذلها بلدان السهل الأفريقي وأعضاء عملية أكرا وذلك لمواجهة الهجمات التي تتعرض لها هذه المنطقة على يد العصابات الإرهابية ودعونا نتعاون معا لتعبئه جهود مجلس امن الامم المتحده فمن مهام هذا المجلس ان يرسي السلم والامن في مختلف انحاء العالم وان يستثمر الجهود لمكافحه الارهاب في افريقيا. المحور الثاني الذي اقترحه عليكم هو الاتي اننا نود ان تدعمنا اوروبا فيما يلي ينبغي تعجيل وتيره اعاده توزيع حقوق السحب الخاصه ونحن نعرف انه قد تم اطلاق عجله 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصه ومنها 350 مليار دولار مخصصه لمحاوله تخفيف من وطاه الازمه الصحيه وكان ذلك هو هدف مؤتمر قمه باريس في مايو ايار 2021 لتمويل الاقتصادات الاوروبيه الافريقيه عفوا وبالنظر الى التاثير الوخيم للازمه الصحيه على اقتصاداتنا فاننا نود ان يتم اعاده توزيع 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصه من البلدان الثريه التي توجد فيها هذه الثروات في اوروبا ويعاد توزيعها لصالح الدول الافريقيه وذلك وفقا للاليات التي سنتفق عليها ان ذلك سيقربنا من هدف 250 مليار دولار وهو المبلغ الذي تحتاجه افريقيا بحلول 2050 وفق صندوق النقد الدولي لكي يتسنى للقاره الافريقيه ان تستوعب هذه الصدمه التي قد تعرضت لها بسبب جائحه كوفيد 19 وهذا المبلغ سيسمح لنا بان ننطلق قدما باتجاه نمو اقتصادنا. ينبغي علينا كذلك ان نيسر حصول بلداننا الافريقيه على القروض من اجل التصدير وذلك بشروط مثل اسعار فائده يمكن ان نسددها. وعلى مدى اطول بالنسبه لهذه القروض ينبغي علينا كذلك ان نعزز الاستثمار واوجه التبادل التجاري بين القارتين الاوروبيه والافريقيه. اذكركم بان القاره الأفريقي الافريقيه هي 330 مليون كيلومتر مربع وهناك عدد كبير من السكان ونحن نحتاج الى 130 الى 170 مليار دولار في كل سنه. وذلك وفقا للبنك التنموي الافريقي وذلك لتنوير البنيه التحتيه فحسب ونحن مستعدون للتعاون مع شركائنا الاوروبيين وذلك لارساء المبادره باسم البوابه العالميه جلوبال جيت وذلك في اطار برنامج تطوير البنيه التحتيه في افريقيا وهو برنامج بيدا الجاري تنفيذه حاليا سيداتي سادتي ان التحول الهيكلي للقاره الافريقيه سيتوقف على تفعيل البنيه التحتيه فيما يخص الطرق والسكه الحديد والموانئ والمطارات وسيتطلب ذلك كذلك فتح محطات توليد الكهرباء وكذلك مصادر الطاقه الاخرى لتوفير الكهرباء ل مليون نسمه من الافارقه المحرومين من الكهرباء وفقا ل بعض التقارير فاننا بحاجه الى منصات صناعيه ورقميه ان القاره الافريقيه قد تغيرت وبالتالي بامكان افريقيا عندما تحصل على الاستثمار اللازم ان تخلق فرص عمل للشباب وان تولد فرصا سانحه لشركائها لكي نعمر معا ونشاطر معا الرفاه المتحقق بفضل هذا التعاون انطلاقا من هذه الروح دعونا نبحث معا إمكانيات التعاون فيما بيننا هناك مشروع أوروبي للترابطية بالإنترنت السريع وذلك في باستخدام السواتل في المدار القريب من الأرض وادعوكم الى دعم هذا المشروع الاوروبي فان مستقبل شركتنا الافريقيه الاوروبيه يتوقف على التقدم في المجال الرقمي الخصب هذا الذي يمكن للشباب ان يعبروا فيه عن طاقاتهم وقدرتهم على الابتكار. اننا نود ان نتعاون مع اوروبا من اجل اعاده النظر في معايير تقييم مدى المخاطر التي تكتنف الاستثمار في افريقيا. بالنسبه لافريقيا فان المخاطر تقدر دائما بنسبه اعلى من المخاطر الحقيقيه. وبالتالي فان ذلك يقلل من امكانيه استقطاب الاستثمارات ويعرقل اقتصاداتنا. وهناك دراسات تمت مؤخرا تبين ان 20% من معايير تقييم المخاطر في بلداننا تتوقف على معايير غير موضوعيه، بعضها يتوقف على اعتبارات لسان لغويه او ثقافيه، وذلك يخلخل اقتصاداتنا، ويحول دون التوازن الاقتصادي في بلداننا بسبب حرماننا من الاستثمارات. اننا نود ان نضع الاجراءات والتدابير المناسبه فيما يخص تمويل المشروعات ولا سيما فيما يخص المشروعات المندرجه في البوابه العالميه جلوبال جيت وذلك على اساس قواعد الشفافيه ينبغي على هذه الاجراءات الا تعرقل وتؤخر تنفيذ المشروعات وتفعيلها فان هذا التاخير يقود التدابير الحكوميه ويؤدي الى الشعور بالاحباط لعدم تحقيق النتائج المنشوده. ينبغي علينا كمحور سادس ان ننسق الجهود للحصول الافضل علي اللقاحات وتحسين القطاع الصيدلاني في افريقيا وبعد اندلاع ازمه كوفيد 19 اثبتت اوروبا انها لكن التضامن لافريقيا ووهبت لنا الكثير من اللقاحات في اطار مبادره كوفاكس وعلى اساس ثنائيه تم وهب هذه اللقاحات واعرب عن كل الامتنان والشكر لشركائنا الاوروبيين على هذه الهبات وهذه المساعده. ان افريقيا انخرطت في انتاج اللقاحات المضاده للكوفيد بالتعاون مع عدد من البلدان مثل جنوب افريقيا والجزائر ومصر والمغرب. وهناك بلدان اخرى مثل السنغال ورواندا وغانا من بين بلدان اخرى تستعد على قدم وساق للدخول في انتاج هذه اللقاحات محليا وندعو اوروبا الى دعم هذا الزخم الجديد لتعزيز قدراتنا الصيدلانيه وقدرات القاره الافريقيه في مجال البيوتكنولوجيا وذلك بعد تجاوز ازمه كوفيد 19. المحور السابع يدعونا إلى تعزيز جهودنا المشتركة لحماية المناخ وتحقيق العدالة فيما يخص المناخ. إن أفريقيا تؤيد اتفاق باريس بشأن المناخ، وإن عدد كبير من البلدان الأفريقية قامت ببلورة مبادرات لصون وحماية التنوع البيولوجي وذلك في إطار مشروعنا القريب عنوان السور الاخضر الجديد وهناك 600 مليون نسمه من الافارقه محرومين من الكهرباء ويعيشون في الظلام وبالتالي بالنسبه لنا كافارقه فان الاولويه ام الاولويات هي توفير الكهرباء للجميع وكفاله التصنيع للقاره برمتها ونحن نتوقع الكثير من هذا المؤتمر لقد قلنا اننا لن نكتفي بالعبارات الطنانة والفارغة اننا نترقب ايجاد حلول فيما يخص النقل في مجال الطاقه ان هناك 600 مليون افريقي محرومين من الكهرباء اذا قارتنا تحتاج الى الكهرباء قارتنا بحاجه الى تعزيز قيمه مواردنا الطبيعيه ونتوقع من اوروبا ان تتضمن معنا بشان هذه المساله بعينها ولذلك فاننا نؤيد فكره الحفاظ على التمويل المخصص لقطاع الغاز الطبيعي ونود ان نحقق النقل في مجال الطاقه بشكل منصف و اخذنا بعين الاعتبار القيود الخاصه المفروضه على قارتنا المحور الثامن هو ضروره رد التراث لافريقيا، اننا ننادي برد الممتلكات والمصنفات الافريقيه وذلك يعتبر من اولوياتنا ويبقى من اولوياتنا لان هذا التراث هو جزء لا يتجزا من هويتنا الحضاريه. ان وددنا ان نضع اخلاقيات تنظم علاقاتنا العلاقات الاوروبيه الافريقيه فينبغي ان يقوم ذلك على الاحترام والاقرار بالواقع التاريخي ينبغي علينا ان نعزز الجهود التي تم بذلها حتى الان وذلك وفقا لما ورد في تقرير في هذا الشان وأخيرا فإنني أختتم بياني بعد أن بيّنت لكم هذه الاقتراحات الثمانية إن أفريقيا توجه إلى أوروبا رسالة ثقة ثقة في مصير البشرية الذي يكتنفه التضامن إن صديقنا العزيز كان قد ذكر بهذا المصير الذي يكتنفه التضامن ففي رواياته التي تقص حياته قد تم نشر تاريخه الشخصي وهذا التاريخ ينم عن اللقاء بين افريقيا والغرب من خلال هذا البطل في هذه الروايه الذي اكتشف العالم الغربي وكان متأصلا من حيث نشاته الافريقية وقد تعرف على الحضارة الاسلامية وكان قد درس في الكتاب وبعد ذلك قد التحق بالجامعة في اوروبا والسيد بطل الرواية سيتحول الى شخص هجين بمثابة ابن للعالم اجمع ويجمع في قلبه الحضارات الثلاثة و سعادته ستتحقق بفضل الأخوة البشرية بفضل الحوار بين الثقافات والحضارات وهذا الحوار يتجلى من خلال تبادل أطراف الحديث الفلسفية بين والد هذا البطل والسيد بول لاكخوا الذي يعتبر عالما وناصرا للعلوم إذا في شكل هذين الشخصين يوجد رمز إلى التخاطب بين أفريقيا وأوروبا وكل تبادل وحوار يسهم بقبس إضافية لاشعال شعله هذا هذه البوتقه التي تصهر العالم لتجمع بين مختلف اطرافه ان عصر المصير المنفرد قد ولى فلا يستطيع احد ان يبقى بمنع عن الاخرين ويحاول ان يحافظ على حياته فقط دون ان يابه لحياه الاخرين. اذا هذه الروايه كانت سباقه وكانت بمثابه الانذار لنا. اننا قد دخلنا عصر التعويل بعضاً على البعض، عصر التكامل فيما بيننا، كل منا بحاجه الى الاخر ولا يستطيع احد أن يكتفي بالوعود فقط لا ينبغي أن نكتفي بأن نقول أن أفريقيا هي قارة المستقبل إن أفريقيا قد حملت على عاتقها عبء وثقل التاريخ وبالتالي أنا الأوان لكي نخفف من هذا العبء الواقع على عاتق أفريقيا ينبغي أن نقبل أن تكون أفريقيا هي طرف فاعل حقيقي في هذه الحركة الجديدة حركة العولمة الجديدة التي نشارك فيها جميعا كبشر ونحن قد جئنا الى مؤتمر قمه بروكسل وكلنا ثقه باننا كشركاء منذ فتره طويله نستطيع ان نتعاون مع الاتحاد الاوروبي وان نحقق معا هذا المستقبل المشترك شكرا على حسن الانتباه شكرا لسعاده الرئيس بعد الاستماع الى فخامه رئيس السنغال، اطلب منكم ان ترحبوا معي برئيس جمهوريه فرنسا، وهو في آنٍ معنا رئيس الاتحاد الاوروبي الحالي. مرحبا برئيس فرنسا، الذي يتولى حاليا رئاسه مجلس الاتحاد الاوروبي، الكلمه للسيد ايمانويل ماكرون. شكرا جزيلا السيد رئيس المجلس الأوروبي السيد رئيس الاتحاد الأفريقي السيد رئيسة المفوضية الأوروبية السيد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي سيدتي سادتي رؤساء الدول والحكومات السيدة رئيسة البرلمان الأوروبي سيدتي سادتي رؤساء ورئيسات البنك المركزي الأوروبي بي سي إي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي و هيئة اف المدراء العامين للبنوك الإنمائية الإقليمية السفراء الأعزاء سيداتي ساداتي أصدقاء الأعزاء لقد قيل كل شيء على لسان الرئيسين اللذين سبقان في الحديث وبالتالي سأختصر إننا نلتقي بعد مرور أربع سنوات على لقائنا في أبيجان في أرض الكرم وحفاوة الاستقبال في كوت ديفوار واشكر الرئيس الحسن وترى الذي استقبلنا انذاك واشكر شارل ميشيل الذي قد سمح لنا بان نلتقي من جديد نحن كاوروبيين وانتم كافارقه وقد بينت ان هناك الكثير من التحديات منذ اربع سنوات حاولنا ان نحول الامور الى الافضل من خلال وضع جدول اعمال فيه الكثير من الإرادة الطيبة فلدينا مبادرة من أجل التعليم من باب الأولوية للأطفال والبنات وحمل لواء هذه المبادرة السيد ماكيسال وهناك أيضا الجدار الأخضر في أفريقيا ومؤتمر المحيطات الذي انعقد منذ بضعة أيام في بريست لقد استطعنا أن نبلور محور مشترك أوروبي أفريقي وذلك تجسيد مصيرنا المشترك دون أن نقع في فخ الأنانية الوطنية. لقد قمنا بتطوير عدة استثمارات للجهود في مجال السلم والأمن والفرص الاقتصادية والتعليم. وهنا أؤيد تماما فكرة رد الممتلكات الثقافية التي أشار إليها الرئيس ماكي للتو واستثمرنا في مجال الرياضة. ومعا كذلك واجهنا هذه الأزمة الصحية وهذه الجائحة التي قد قلبت جداول أعمالنا رأسا على عقب. وأود أن أشكر الرئيس موسى فكي ورئيس جنوب افريقيا ايضا على الجهود التي بذلها فان مبادره اكرا قد تم صياغتها بشكل مشترك فعلا واستطعتم ان تحملوا لواء هذه المبادره في افريقيا وفي اوروبا لوضع استجابه مشتركه واقناع شركائنا في مجموعه العشرين بان نمضي قدما معا على اساس التعاون ان افريقيا تواجه تحديات نعرفها ونشاطرها ولكن هذه التحديات اعظم بكثير على الضفه الافريقيه فإن أول تحدي هو النقلة الرقمية والترابطية والاتصال بالانترنت والتحدي الثاني هو التحدي المتعلق بالمناخ وهو تحد جسيم بالنسبة للقارة الإفريقية فينبغي كما ذكرنا بذلك الرئيس أن نبني البنية التحتية الأساسية مع مراعاة القيود التي لم تكن مفروضة آنذاك على البلدان الأوروبية عندما أقبلت على إرساء مجتمعاتها الصناعية منذ بضعة سنوات. إذا نحن نحتاج إلى نقلة مناخية تتطلب نقلة مناخية وصناعية ورقمية. نحتاج كذلك إلى نقلة في مجال الطاقة بالتعاون بين عدة أقاليم. فهناك عملية جارية على قدم وساق ويطلع في كنفها المنظمات الإقليمية بدور كبير. فأحيي دور البنوك الإنمائية الإقليمية والاتحاد الأوروبي الأفريقي. نحتاج كذلك إلى نقلة. ديموغرافيه سكانيه وهي عكس ما نشهده في اوروبا تماما فان قارتكم انتم القاره الافريقيه تسخر بالشباب اكثر من غيرها من مناطق العالم وهناك عده تحديات ان لم نساعدكم على توفير فرص سانحه لهذا الشباب الافريقي وفي اوروبا فنشهد بالاحرى ميل الى التشيخ فيما يخص سكاننا و في مواجهه هذه التحديات فان افريقيا قد واجهت فضلا عن ذلك أزمتين إضافيتين، أزمة الإرهاب وخلخلة الاستقلال في الدول الأفريقية، وقد عشنا للأسف هجمات إرهابية في قلب أوروبا أيضا، وإن داعش والقاعدة قررت أن تمضي قدما للانتشار في أفريقيا في منطقة السهل الأفريقي وفي القرن الأفريقي وفي جنوب أفريقيا نشهد أيضا تقدم لبعض المجموعات الإرهابية التي تترابط فيما بينها على الصعيد الدولي وتبني رفعها على البؤس والشقاء وتستغل هذه الفرصه لتوفير فرص للتجنيد والالتحاق بصفوفها وهناك صدمة ثانية قد عانت منها افريقيا على غرار ما عانت منه اوروبا وهي صدمة جائحة كوفيد وكان من الصعب استيعاب هذه الصدمة في افريقيا فهذه الصدمة كانت صدمة صحية ولكن ايضا صدمة اقتصادية اجتماعية قد داهمت اقتصادات اكثر هشاشة في البلدان على طريقها نحو النمو وبالتالي فان هناك تكاليف باهظة ترتبت على هذه الازمة لم يتمكن كل من الاقتصادات الافريقيه ان يستوعبها. هناك 235 مليار يورو استثمرناها وذلك يبين اننا بحاجه الى مبالغ اضافيه بفضل ما تم صرفه حتى الان. ان مؤتمر القمه الذي نعقده اليوم ينعقد في منعطف حرج واستثنائي للغايه فنحن كاوروبيين نحاول ان نرسي تحالفا جديدا. اي ان نعتمد استراتيجيه فريده من نوعها واستثنائيه لمساعده افريقيا على النجاح او ربما الفشل وان النجاح لن يكون الا نجاحا مشتركا فان لم تنجح افريقيا فان اول متاثرين سلبا بفشل افريقيا سيكون القاره الاوروبيه وبالتالي لا مفر امامنا الا ان نبني معا هذا التحالف الجديد وان نمضي قدما معا ينبغي ان نقوم بهذه الشراكة معا وألا يقوم بطرف أن يقوم طرف واحد فقط بالعمل نيابة عن الآخر نحتاج إلى خارطة الطريق لكي تعكس هذا الطموح الجديد وفي خارطة الطريق نضع مشروعات ملموسة ومؤتمر القمة سينبثق عن إعلان سياسي وأشفع بهذا الإعلان قائمة بالمشروعات التي ستذكرنا بها رئيسه المفاوضية الاوروبيه هناك 150 مليار يورو من الاستثمارات على مر سبع سنوات ومشروعات ملموسه ستسمح لنا بان نعيد النظر في علاقاتنا بان نبني مشروعات بين تالين ولومي وبوكارست وابيجان اذا سيكون هناك ترابط محلي و سنعقد سبعة اجتماعات من طراز اجتماعات المائدة المستديرة وسننظر في الحلول الملموسة التي سنرد بها على التحديات التي أثارها السيد ماكيسال. إننا سننظر في مسألة اصدار حقوق السحب الخاصه والسماح باعاده توزيعها اما من خلال اعاده توزيع ما هو موجود فعلا من حقوق سحب خاصه وذلك سيتطلب مساعده البنوك الانمائيه الافريقيه او من خلال اعتماد الاليه القائمه على الميزانيه و... نحتاج كذلك إلى التركيز على قطاع النقل فنحن قد ذكرنا بأهمية البنى التحتية في مجال النقل وهناك عدة مشروعات جري على قدم وساق وينبغي أن نوفر التمويل لتفعيل هذه المشروعات لصالح الشباب الأفريقي وهناك مشروعات ملموسة أخرى مثل مشروع الشبكة الأوروبية European Constellation وهذا مشروع حقيقي ستتزود به اوروبا لكي تسمح بتوصيل الانترنت لمختلف ارجاء القاره الافريقيه ايضا، ان لم يكن هناك امكانيه للاتصال الالكتروني لن يكون هناك امكانيه نشر خدماتنا في عده مجالات. اذا الاتصال بالانترنت موضوع مهم والمحور الثالث هو السلم والحوكمه وينبغي نضع اللمسات الاخيره على ما اتخذناه من تدابير لصالح منطقه الساحل الافريقي وخليج غينيا. ينبغي أن نضع حلولا جديدة فإن رواندا بمعية جماعة الانماء في جنوب أفريقيا صادقة قد استطاعت أن تتوصل إلى حلول ناجعة في منطقة قناة موزمبيق إذا ينبغي أن نوفر التمويل لهذه العمليات وأن نقنع الأمم الأخرى في الأمم المتحدة بأن ترافقنا في هذه الجهود المشتركة والاجتماع الرابع سيتناول موضوع الاندماج الاقتصادي وعلى غرار الاقتراح الذي تقدم به الرئيس ماكي سالي ينبغي علينا ان نساعد على التخل... التقليل من مخاطر القاره الافريقيه وذلك لمساعده القطاع الخاص على الاستثمار بشكل اكثر كثافه في تمويل مشروعات ملموسه لدينا شباب وطاقات كامنه انمائيه وبالتالي ينبغي ان نستقطب ال... رؤوس الاموال والتمويل من القطاع الخاص لتفعيل هذه المشروعات وتوفير فرص في الاقتصاد الرسمي لهؤلاء الشباب ليطلقوا العنان لطاقتهم الكامنة المحور الخامس هو اللقاح وقد أشار إليه الرئيس وأمامنا تحد في أوروبا هي أهم الجهات المانحة التي وفرت اللقاحات لأفريقيا كنا أول المساعدين وأول المرافقين والمعقبين للقارة الإفريقية إن اوروبا هي اول منطقه لانتاج اللقاحات ومنذ بدايه الازمه كنا اكثر الاقاليم انفتاحا لم نمنع ابدا تصدير اللقاحات ولم نضع اي قيود على التصدير اننا كنا دائما ننتج ونصدر والان فاننا سنركز على الانتاج فان افريقيا تنتج واحد في المئه فقط من الجرعات المستخدمه في افريقيا وتستورد اللقاحات الاخرى وبالتالي ينبغي ان نعزز القدرات الانتاجيه في افريقيا هناك المحور السادس فيما يخص التعليم والتدريب المهني وهناك عده تحديات ساكتفي بذكر اثنين منها للنجاح في مواجهه هذه التحديات فان القاره الافريقيه تحتاج الى ان نساعدها في تطوير التعليم العالي والتعليم المهني وكذلك التدريب اي تاهيل الشباب ليتسنى لهم تنفيذ المشروعات التي تحتاج اليها القاره اننا في كثير من الاحيان كنا نبني علاقاتنا على اساس ان نشرح للشباب الافريقي بانهم لن يستطيعوا الدخول الى الجامعات في افريقيا ولكن ستعين عليهم ان يبحثوا عن التعليم العالي في مناطق اخرى غير افريقيا وقد ان الاوان لتغيير ذلك ينبغي علينا ان نضع حد لشبكات المهربين للمهاجرين وان نضع سياسات لتمكين العوده الى الوطن فهناك مثلا افراد لن يحظوا بالحمايه الدوليه لانهم لن يصنفوا ضمن اللاجئين وسيتعين علينا ترتيب عودتهم الى وطنهم وهناك مشروعات اخرى مثل مشروع الجدار الاخضر وهو من اهم المشروعات الامائيه في القاره الافريقيه اذا كل ذلك قد وضعنا معالمه وينبغي ان نضع لمسات الأخيرة على هذه المشروعات لوضع أسس تحالف جديد ينبغي علينا أن نبدأ بالرد والاستجابة لهذه التحديات والصدمات التي أشرت إليها آنفاً. بالنسبة لجيلنا فإن هذه مسؤولية تلقى على عاتقنا، هذا واجب وفرصة سانحة لم يسبق لها مثيل ولا يسعنا إلا أن نتحلى بالطاقة اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات وإنجاحها وينبغي أن نوجد الحل للمشكلات التي اشرت اليها انت السيد ماكيسال رئيس السنغال فانكم قد كسبتم كاس الكره الافريقيه في مؤخرا وبالتالي النجاح ممكن ينبغي ان نبني هذا التحالف الجديد لاجل شبابنا هذا ليس من المستحيل وسنستطيع ان نعكف على ذلك معا في الايام المقبله. اشكرك اشكرك فخامه الرئيس ويسعدنا الان نعطي الكلمه الان لرئيسه المفوضيه الاوروبيه فالسيدة رئيسة المفوضيه الاوروبيه موجوده معنا وستقدم لنا إذن رؤيتها وتصورها لمستقبل العلاقات الاوروبيه الافريقيه نعطي الكلمه بالتالي الى فخامه رئيسه المفوضيه الاوروبيه السيده ارسولا فاندرليدن السيد رئيس المجلس الاوروبي السيد رئيس الاتحاد الاوروبي السيد ماكيسون السيد رئيس ماكرون السيد رئيس المفوضيه الافريقيه السيد موسى فاكي فخامة الرؤساء الدول والحكومات السيدات والساده انا سعيده بوجودي عندما عينت رئيسة للاتحاد الأوروبي رئيسة للمفوضية الأوروبية ركزت في كلمتي الأولى على هذا المستقبل الجديد الذي نود ان نبنيه مع الاتحاد الافريقي وعلكم تتذكرون السيد موسى فاقي ذلك الاجتماع الاول الذي عقدناه ومنذ ذلك الحين فلقد تسنى لي الزيارة كذلك السنغال والتحدث وفخامه الرئيس سال ونحن لي نحمل اذا رؤيه مشتركه رؤيه واحده وهي رؤيه ذلك المستقبلي الـ المزـ 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 المزهر فكيف يمكننا بالتالي ان نحقق هذه الطموحات المشتركة وكيف يمكننا أن ترجم إلى أرض الواقع وهذا سيمكننا أيضا تحقيقه كله عن طريق الاستثمار ومن هنا أهمية هذا البرنامج برنامج البوابة العالمية جلوبال Gateway فهو مشروع برنامج ومشروع الإستثمار في الدول والاقتصادات والشعوب فنحن نود أن نستثمر هكذا في البناء التحتيه ولنصل هكذا الاشخاص بالخدمات والسلاح، كما اننا نود ان نعمل في اطار الشفافيه وفي ظل الحكميه الجيده، وهذه كلها قيم هم نشترك فيها كما اشار ذلك كل من سبقني الى الحديث، وعلينا كذلك ان نؤسس وان نعزز الثقه المتبادله فيما, فيما بيننا، واعتقد بان هذا البرنامج البرنامج بامكانه بالفعل يفتح الباب امام مسأ... تدفق هائل للاستثمار العام وكذا الخاص في القارة الإفريقية ولدينا هكذا إذن مجموعة من الاستثمارات التي سنقوم إذن بتوظيفها في القارة الإفريقية وذلك على مدى السنوات السبع المقبلة ولكن عليكم كذلك أنتم أن تعطون فكرة عن احتياجاتكم وذلك حتى نتمكن من حسن اختيار تلك مجالات الاستثمار هذه ونحن نعرف بان هناك ايضا مجموعه من الاولويات واود ان اتناول هنا أهم هذه الأولويات وهي الأولوية المتمثلة أيضاً في الطاقة، فنحن نعرف بأن النمو الاقتصادي المستمر والمستدام مرتبط ومرهون بإمكانية الوصول والنفاذ إلى الطاقة ومصادر الطاقة، ونحن نعرف بأن القارة الأفريقية غنية بمصادر الطاقة البديلة من الشمس والرياح وغيرها، فلنستثمر في كل مصادر الطاقة هذا وذلك حتى نتمكن كذلك من تحقيق هذه النقلة الطاقية المنشودة على أرض القارة الأفريقية ولقد ذكرنا فخامة الرئيس سيد ماكي إذا بأهمية هذا الرهان وهو الرهان الذي يمكننا أن نرفعه سويا ولننظر كذلك إلى كل إشكاليات الوصول والنفاذ إلى الطاقة وإلى الكهرباء تحديدا فالأفارقة بحاجة إلى نفادي الى مصادر الطاقه الكهربائيه ونحن نعرف كما قلتم فخمه الرئيس ان هذه بالفعل بأن هذا بالفعل تحد كبير بالنسبه للافارقه، وعلينا كذلك أن نقيم كذلك الروابط، وذلك من خلال, من خلال بناء الممرات والممرات والشبكات، وهذا هكذا سوف نتمكن بالتالي من تعزيز منطقه التبادل الحر في, في القاره الافريقيه. أما فيما يتعلق بالانترنت، عندما زرت دكارت تمكنت من التعرف على عدد من الرواد الافارقه الشباب وكانت لديهم افكار رائعه وهائله وكان من الجميل ان اتمكن ايضا من الاستماع اليها. ولقد اكدوا على اهميه النفاذ الى الانترنت وذلك حتى يتمكنوا من تطوير انشطتهم وتنفيذ مشاريعهم وهذا كل ما يطمحون اليه اي الحصول على خدمات الانترنت ف... وبامكاننا ان نعزز هذه الشبكة شبكة الإنترنت في القارة الإفريقية وذلك من خلال بناء وتوسيع بناها التحتية ومن خلال كذلك ربط مناطقها وأقلمها عن طريق الكوابر المغمورة ودما إذا ما كان يطمح إليها هؤلاء الشبان كما أنهم يطمحون كذلك إلى النفاذ إلى رأس المال فهم لديهم الفكرة والأفكار ولديهم الشعف لديهم كل ما يحتاجون إليها من مهارات وكفاءات لتحقيق هذه الأفكار ولكن هم إنهم بحاجة الى البنى التحتيه والتمويل وكما أنهم بحاجه كذلك الى المزيد من التدريب بما في ذلك في المجال المهارات المهنيه اما الان فساتناول اذا المجال الثالث ذات الاولويه الا وهو الصحه فنحن نعرف بأننا بحاجة إذا إلى زيادة الجهود المبذولة لتوفير مزيد من اللقاحات للقارة الأفريقية، ولكن علينا كذلك، ولكن علينا كذلك إلى جانب إذا مواجهتنا وتصدينا لهذه الحالات الطارئة، علينا كذلك إذا أن نركز على العمل على المدى الطويل، ذلك العمل الذي يطمح إذا إلى تعزيز الخدمات الطبية والصحية في افريقيا ونحن حققنا الكثير من التقدم حتى الان واود ان اذكركم بانه قطعنا اشواط كبيره وذلك منذ ذلك الاجتماع القمه الذي عقد في باريس في مايو من السنه الماضيه تقول موجهه الحديث الى الرئيس أم ماكرون ولقد تمكنت كذلك من زياره مختبر باستور بادكار الذي سيكون أيضا من اهم المصانع اللقاح في دكار وفي نفس الوقت فنحن ندعم المنظمة الصحة العالمية التي تهدف إذا إلى تعزيز قدرات الصناعية في مجال الصيدلاني وذلك من خلال المساهمة في تأسيس مركز ذات الصلة في جنوب أفريقيا ولكن هذا لا لا يكفي فالرهانات هي أكبر ومن مجرد توفير وتصنيع اللقاحات ضد الكوفيد 19 فنحن نعرف كذلك بأن هناك العديد من الأمراض المتفشية في القارة الأفريقية على سبيل المثال السلي أو الملاريا وعلينا أن نجد لها إذن العلاجات المطلوبة ولقد أنا الأوان سيدتي وسادتي لترجمة هذه الرؤية الطموحة على أرض الواقع ولكن كيف يمكننا أن نحقق هذا؟ فنحن نحتاج إلى آرائكم وتحليلكم. فكيف يمكننا بالتالي أن نحقق أيضا الأهداف المرجوة من خلال العقد ال... ال... الانت... الانت... الإنترنت؟ ما هي ال... احتياجاتكم؟ كيف يمكننا أن نساعد هؤلاء الرواد ال... رواد الأعمال من الشباب الأفريقي على تحقيق آمالهم وطمحهم؟ وتعرفون تلك المقوله الافريقيه التي تقول بان اذا رغبتم أيضا في الاسراع في طريقكم فعليكم ان تسلكوا طريقكم بشكل معزول ومنفرد ولكن اذا رغبتم في ان يكون طريقكم طويلا فعليكم ان ان تسلكوه في وانتم بمعيه كل شركائكم واشكركم السيدات والسادة مشاهدينا استمعنا الى جزء من الجلسه الافتتاحيه وكانت السيده اورسولا فوندر لاين تتحدث نعود لنستمع الى بقيه كلماتها يعني. الاوروبيه ورئيسه عفوا المفوضيه الاوروبيه والان سوف نعطي الكلمه ايضا الى رئيس رئيس المفوضية المفوضية الاتحاد الأفريقي السيد موسى فقي محمد وهو يشغل هذا المنصب منذ عام 2017 لكم الكلمة سيدي السيدات والساده رؤساء الدول والحكومات السيد رئيس المجلس الاوروبي السيده رئيسه المفوضيه الاوروبيه السيدات والساده وها نحن في بروكسل لعقد فعاليات هذه القمه السادسه للاتحاد الافريقي والاتحاد ال. وذلك بعد ان اجتزنا الكثير من الصعاب نحن نعرف باننا نعيش حقبه تاريخيه وهي تلك الحقبه التي سنتمكن فيها ايضا من تجاوز المسافه الجغرافيه وذلك لتقريب اممنا وشعوبنا. ومرة أخرى نود إذا أن نشكر السيدة فاندر ليدن على العمل الذي قامت به على رأس إذا فريق تنظيم هذا المؤتمر القمة. السيدات والسادة تعرفون بأن هناك الكثير من الأحداث التي طرأت منذ مؤتمرنا القمه الاخيره وهذه الصعاب كان بامكانها ان تقود اسس التعاون والتضامن البشري وهي ركائز الحضاره الانسانيه الراهنه ولقد تمكنت افريقيا بالرغم من كل هذه الصعوبات اذا من جمع واستجماع قواها وذلك للتصدي لهذه الاحديات وكما انها تمكنت من الدفع بعجله عجله التكامل الاقليمي والاقتصادي على مستوى القاره الافريقيه وذلك على اساس البرنامج عملي 2063 الا ان الجائحه جاءت لتسلط الضوء على كل الاشكاليات و وال... واوجه الضعف فمن الواضح بان هذه الجائحه إذن جاءت لتزيد من الأوضاع صعوبة سواء على المستوى القارة أو على مستوى العالم إلا أنه يبقى أن القارة الإفريقية تمكنت كذلك من تبيان قدرتها على الصمود وذلك في وجه كل الصعوبات وبالرغم من كل الـ الـ آه ما كانت تفترقه اذا من آه آه من مقومات ومن, آه ومن قدرات وبالرغم من اذا من احتدام المنافسه ما بين الاقاليم والقارات فلقد تمكنت افريقيا اذا من الصمود وكما تمكنت كذلك من تجاوز ذلك الشرخ الفكري والاقتصادي الذي أتبرع في ظل هذه الجائحه ونحن نعرف بأن هناك العديد... ونحن نعرف بأن هناك هندسة أو هيكل أفريقي قائم على الأرض فيما يتعلق بالحاكمية أو الديمقراطية وهذا الهيكل تمكن أيضا من الاستمرار ولكننا نعرف كذلك بأن الاقتصاد الأفريقي عانى كثيرا بحكم هذه الجائحة مع تراجع في حجم التحويلات والاستثمارات وفي نفس الوقت فقد رأينا كذلك بأنه كان تراجعا على مستوى والإيرادات الجبائية وبالتالي فإن الأموال المتاحة لتمويل التعافي الاقتصادي تقلصت وهذا ما يثير الكثير من التساؤلات فيما يتعلق بإمكانية إطلاق والإسراع بعملية التعافي هاته ولكن علينا أن نستمر فمن هناك حاجة ماسة اليوم إلى التصدي كل هذه التحديات وذلك من خلال اطلاق الطاقه الخلاقه القارة الافريقية. وانا اعرف بان المشكلة هنا لا تتمثل اذا في شحة المال والمصادر التمويل ولكنها مرتبطة بالقرارات السياسية التي تتخذ والتي توجه إذن توجه الموضع الانفاق و لذا فعلينا ان نعمل اذا على تحقيق الاجماع فيما يتعلق بتلك المجالات التي ينبغي ان تستقطب الاستثمار في المقام الاول كالبحث والتطوير وتوسيع نطاق شبكه الانترنت والنقل الطاقي وانتاج اللقاحات والانتاج الزراعي وانتاج الغذاء التكامل الاقتصادي الـ الـ السلامي والامن والسلام والحاكمية الجديدة ولكن علينا أن نذهب إلى ما هو أبعد من مجرد ذكر هذه المفاهيم والمصطلحات وذلك حتى نتمكن اذا من بدء العمل لتحقيق هذه على تنفيذ كل هذه القيم وتطبيقها على الارض ونحن نعرف بان بان هناك فرق كبير ما بين كل هذه ما بين كل ما بين القول والفعل فتذكر كل هذه القيم ولكن لا نجد ترجمة لها على الأرض ولذا فنحن بحاجة إذا إلى العمل بشكل أكبر على التنفيذ والتطبيق وهذا وهذا ما يدفعنا إلى التنويه بطريقة تنظيم هذه القمة وهي القمة التي ستسمح لنا حكما بالتركيز على سبل وأساليب تنفيذ هذه الأولويات وأشكر السيد شارل ميشال على الجهد الذي بذله المجلس الأوروبي في هذا المضمار. نحن إذا بحاجة إلى مثل هذه الشراكة الجديدة المستجدة مع الاتحاد الأوروبي وللاتحاد الأفريقي عدد من الشراكات التي تربطه بعدد من المجموعات الاقليميه ونحن اذا نهتم اي اهتمام بتعميق مثل هذه الشراكات كما اننا نهتم كذلك بالمساهمه في في تحويل اقتصادنا الافريقيه وذلك عن طريق الاستثمار. اذا ما هي مكانه الافارقه الشباب وما هي حصتهم من التعليم والتدريب؟ كيف يمكننا ان نسخر اذا النقل الطاقيه والمناخيه ونجعلها اذا في خدمه الاقتصاد الافريقي ونموه. سيدات والسادة عندما ننظر الى الشركه الافريقيه الاوروبيه فنرى بانها تركز دائما على الكيف كيف يمكننا ايضا ان ننفذ كل هذه الانشطه الطموحه التي ادرجت في برامج العمل ونحن بالفعل نود ان نحقق النتائج الملموسه ولذا فالاتحاد الافريقي يود ان ي قدم بعض الأفكار فيما يتعلق بطرق التطبيق والتنفيذ وله خطة عمل في هذا المجال ونحن في خطتنا هذه نركز على آلية التمويل وكذلك آلية الرصد والمتابعة. نحن نعرف بأن الآليات التقليدية باتت محدودة فنحن بحاجة إلى آليات أكثر لينة وفعالية من شأن ان تساهم في تحقيق الاهداف المرجوه. كما نحن بحاجه كذلك الى مكافحه اذا تهريب راس المال ومكافحه الغش والتزوير مع اعاده الرساميل الى الدول الافريقيه وينبغي ان نستفيد اذا من هذه الطفره الماليه ولنستثمر نستثمر ايضا في طاقتنا وقدراتنا بناء التحتيه أه ونحن نعرف بان هناك العديد من التطلعات فيما يتعلق بما ستخرج عن او تتمخض عنه هذه القمه، فهل هذه القمه ستسمح لنا بالفعل باعاده تجديد وتعزيز هذه الشراكه ولي الو لتفضي هذه الشراكه الى حركه اقتصاديه فعليه هل ستسمح هذه القمه كذلك اذا بالتكيف وال الاحتياجات الدولية فنحن نعرف بأن العالم يتغير وتغير بسرعة وبأن التكنولوجيا تتغير التي تقود إذا وتحرك الاقتصاد العالمي تتغير كذلك بسرعة فائقة هذه كلها من التحديات المطروحة علينا وآملنا بأننا سوف نجد إذا الردود المطلوبة لكل هذه التساؤلات عن طريق هذه القمة ونشكركم على حسن الاستماع شكراً. أشكر السيدة أفاكي على هذه الكلمة أما الآن سوف نعطي الكلمة إلى السيد رئيس المجلس الأوروبي السيد ميشيل سأطلب منه إذا أن يختتم هذا الشق من مؤتمر القمة J'ai le plaisir le sommet ouvert. Ah, يسعدني سيدات والسادة أن أعلن عن افتتاح أعمال هذه الدورة السادسة للقمة، لمؤتمر القمة لاتحاد أوروبا وأفريقيا أو اتحاد أفريقيا. الشكر، أشكرك السيد الرئيس وسوف أدعوك إلى الجلوس. سيدي وذلك حتى تتمكنوا من متابعه اذا الحفل الموسيقي فهناك حفل موسيقي اذا تتم من على هذا المنبر وبالتالي فادعوكم فخامتي الرؤساء الى اخذ مقاعدكم في القاعة. وذلك حتى تتمكنوا اذا من التمتع بهذا الحفل وهو حفل ستستهله اذا مجموعات موسيقية تنتمي الى القارتين الاوروبية والافريقية. وفيما ياخذ تاخذ هذه المجموعه الاولى مكانها على ال المنبر فأود ان اقدم لكم اذا هذه المجموعه المؤلفه من 12 موسيقي ينتمون الى 10 دول وهي المجموعه التي تشكلت في غضون 10 ايام فقط وما معنى ذلك؟ نتمكن اذا من جمع 12 موسيقي وفنان من 10 دول من القارتين الإفريقية والأوروبية ولتأسيس هذه المجموعة مجموعة معيشة فهذا معناه بأنه يمكننا أن نحقق الكثير الحال فهناك لغة واحدة أيضا تربطهم ولغة الفن والموسيقى ولقد وهي الم... ولقد اختارت هذه المجموعة لنفسها إذا اسم معيشة ويقال لي بأن معيشة معناها الحياة بلغة السواحل وبالتالي فسأ نستمع الآن إذا إلى قطعة موسيقية من مجموعات معيشة. السيد... السيدات والسادة كانت معكم فرقة ميشا أو معيشة الموسيقية ويشرفنا الآن أن نرحب بمغن معروف عالمي وهو نجم سنغالي الأصل، نجم عالمي، هو مغني، هو مؤلف موسيقية. أقدم لكم سيدتي وسادتي يوسو أندور. أنت شكرا. يوسف، اعرف انك ستغني وان افريكا، ولكن قبل ذلك هل بامكانك ان تقدم لنا هذه المبادره وهي مبادره تربط ما بين الرياضه وكرة القدم والموسيقى، فهل يمكنك ان تقدم لنا هذه المبادرة يوسف؟ هذه مبادرة تسمح بجمع فنانين وموسيقيين من اوروبا ومن افريقيا ونحن لم نعد في وضع كما قيل في العديد من الخطابات في وضع يسمح لنا اذا بالعمل والسير بشكل منفرد وهي اذا مبادره إذن اطلقتها من افريقيا وهي المبادره المستمره لقد سبق وذكرت بأن هذه المجموعة الموسيقية مجموعة معيشة إذن هي شكلت في غضون أيام قليلة ولقد تمكنت من الإتيان بمثل هذه القطع الرائعة بالفعل يقول السيد ندور فهذه المبادرة هي مبادرة أدعمها وأدعم هذه المبادرة وأيدها وأي وهي مبادرة رائعة أشكرك سيدي على هذه الكلمة والآن فكلنا آذان صاغية أشكرك سيدتي أصحاب الفخامة أس... السادة رؤساء الدول والحكومات السيدات والسادة انتهز هذه الفرصه للقول بان اوروبا وافريقيا شريكان وهي شراكه ليست بالجديدة جديده او بالحديثه هذه شراكه موجوده منذ سنوات ونستفيد منها كلنا هذه الشراكه هي شراكه كانت دائما تضع أن نصب اعينها الشباب ف... وانا كنت دائما اعتبر بان الشباب يستحق منا المزيد من الاستثمار وذلك حتى يحصل كل شاب وشابه على التدريب والتاهيل الذي هو بحاجه اليه وذلك حتى يتمكن الشباب الافريقي من النمو والازدهار وال... ولكن هذا لن يتحقق ما لم يكن هناك اذن امكانيه التحرك وال... الاستفاده من حريه تنقل الافكار والسلع والخدمات وانا كنت دائما اعمل من اجل احقاق هذه القاره الافريقيه الجديده التي نطمح اليها كلنا

Ra baratunyu nangu kene nyu di nyu fewale buljitere fokne la fane ki yow ya ko mom nit bu deugal da la wara fek gu beug se rew te sapu dibal dibal la ke fek lo xol boro we are to come we get to be fair

कहिड़ी पईजी نشكر يوسندور كما نشكر كل الموسيقيين على هذه الموسيقى الرائعه. اما الان سيدات والسادة سوف نطلب منكم ان تتفضلوا بالبقاء جالسين وذلك الى أن نأخذ الصورة الجماعية وبإمكانكم سحب القناعات وذلك حتى نتمكن إذاً من التقاط هذه الصوره وهي الصوره التي ستؤخذ وانتم جالسين وذلك بسبب قواعد السلامه وقواعد التباعد المرتبطه بالكوفيد ثلاثه اثنان واحد ابتسموا وهي صوره جميله جدا وبهذا نكون اذا وصلنا الى نهايه حفل الافتتاح وسوف ندعو جميع الرؤساء الدول والحكومات قصدي القاعات التي ستعقد فيها الاجتماعات الموائد المستديره على اختلافها وشكرا جزيلا